خسرته كام لحد دلوقتي؟ بتسأل على خسرته ليه؟ شايفني زعلانة؟ أنا شايف إن ما كانش ضروري يجدد الميعاد ويربطنا معاه. إذا كنت متضايق روح. أنا مش متضايق، مين قالك إن أنا متضايق؟ إن شاء الله يقعد يخسر للصبح. خليك لطيف، تعال نتفرج على لعبهم. من 10 سنين ما شفتش بارتيتة بوكر تتتيت. فاضل كتير؟ آخر كور. صلي. شفتك. 13 تكسب. قول لي يا اخينا، ايه حكايه ال 13 اللي يكسبوا 4 آس؟ دي حاجه لسه بدري عليك علشان تفهمها. حصل خير؟ دي اول مره في 2.5 شهر بيخسر. ايه زعلانه يا ست؟ انا هقول لك، اديني المحفظه. اتفضلي. انا اديتك 100 جنيه عشان تلعب بيهم، دول 20 يبقى خسرتك 80. ال 20 جنيه دول هديه مني، وادي ال 5 جنيه بتوعك. ايه العطف ده كله؟ ابسط يا عم، الدنيا مزهزهالك عواطف وفلوس من الست، ومين عارف خنصرت في جيبك ايه كمان. اسمع بقى يا بكر، انت انت في بيتي وما كلمتكش، رفعت ايدك عليا اكتفيت اني ادافع عن نفسي، لكن هنا مش بيتي. ده بيتي انا وبيتي كمان. وما دام بيتك بقى علشان تعرف ان انا معلمك، خد. انت ما نتيجتك عليه مش هتخش هنا ابدا، سامع يا بكر؟ يصح كده يا ربيع؟ انا بني ادم، بني ادم له احتمال. وعلى فكره إذا جالك اللي كسبني بيشغليه عندك، ده لعيب محترف وكان كاشف كل اللعبة بتاعنا. ما أنا عارف. قولي للبجم ده عشان ما كانش عارف. ربيع ربيع ربيع. اوعي كده، سيبيه لي بلا فرقة يا شيخ، سيبيه. فخ. أنا كمان دم ولحم. أنت بجا. رايحين فرح عقبال عندكم، والعربية تعطلت مش عارفين نعمل ايه. والفرح فين؟ جابني الفيوم ب10 أو 15 كيلو. اتفضلوا.